الحمد لله على السلامة. حاسس كأني بقالي سنة ما جيتش. الفردوس فرحانة. ازيك يا مختار؟ والله انت نورت يا مستر مراد، الحمد لله على السلامة. الله يخليك يا فردوس. أنا عارف إن أنتِ مبسوطة، بس بلاش حكاية الزغاليد دي لو سمحتي. غصب عني بقى من فرحتي والله. فردوس الأكل من هنا ورايح مسلوق والملح قليل. من عينيا الاتنين. شوفي مختار بيشرب إيه. لا أنا تعبان. هروح بقى. ما تنسيش الميعاد بتاع السجل المدني عشان ده ورق كتير عشان نعرف نطلع لك الباسبور. ده بكره صح؟ اه ماشي. تعبينك معانا يا مختار. ماشي. انا شفت من غير البهدله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ابي. مع السلامه. سلام. انا عايز اشرب قهوه يا فندم. حالا القهوه تجيلك. لا قهوه ايه؟ 2 اورنج بليز. قهوه ايه يا مراد؟ الدكتور قال مفيش قهوه. ليه كده؟ ما هو قال قهوة واحدة في اليوم كويس. لا قال واحدة في الشهر. قهوة واحدة في الشهر. الشهر ده كتير يا غالية. ماشي 25 يورو. أورنج بليز حبيبتي. أحلى أورنج يجيلك حالا. طب خليه إسبريسو. إسبريسو؟ ماشي. ماما قهوة لا. عارفة لما كنت في المستشفى ساعات لما كنت بفتح عيني ألاقيكي جنبي كده كان جالي إحساس إن أنتِ خايفة عليا، خايفة لأموت. تقولش كده يا مراد بعد الشر عليك. تعرفي أكتر حاجة كانت شغلاني إيه؟ أنا كنت خايف لا بعد ما أموت يعني تتبهدلي. مش غلاسة بقى، ما تتكلمش في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا، يحميك من كل شر. يعني أستاهل القهوة؟ هتشرب العصير على بال ما أخد الشاور. يلا روح. عليا تجيب لي مية. ماشي. فردوس. أول ما رجالتك جابوني هنا وأنا عارف إني جاي لك أنت. ما انا لو كنت بعتلك بالحسن وما كنتش جيت. عايز مني ايه يا أمسي؟ حقي تمن اللي سرقته مراتك وابن عمك. يضعب عليك، ده احنا متربين مع بعض اوسخ تربيه. حد عرف يضحك عليا ولا ياكل حقي؟ انا خارج من السجن مالت، ما حلتش الا الهدوم دول. تاخدهم 450,000 جنيه بمكسبهم يعني 1.5 مليون. مليون ونص؟ ايه دول؟ الدين اللي عليك، تمن وساخة مراتك وابن عمك. انت ما بتفهمش يا أنسي، فتون وراشد تاهوا مني زي ما تاهوا منك. انا اللي عملته مع مراتك وراشد ده كرامة ليك، يعني اللي ليا بقدم في رقبتك انت. اسمع يا أنسي، وانا جاي في الطريق كنت بفكر وقلت مفيش قدامك الا خيارين اتنين. انت بتخيرني انا؟ ايوه، يا اما تفكني وافضل عايشه تلطيش، يا اما قول انت بقى. لا انا اقول لك، استحمى وانضف والبس دول وتعالى بره. لا 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 مش وقتك خالص. لمين دي؟ مروة. مجنونة؟ لا مجنونة دي نجوى. يبقى دي اللي انت علقتها من المطعم. لا انت قصدك على شهيرة. يخرب بيت، هو في ايه يا عم انت؟ هو ما فيش رجالة في البلد دي غيرك ولا ايه؟ هو النمر ده اللي مودينا في داهية. بصراحة انا بدعي عليك، بدعي ربنا يرزقك بواحدة تقلب عليك كل القديم والجديد. هو ده زيك لما بيقع هيسف التراب. خلاص يا ان شاء الله انت. لا بجد والله يا قلبي. هو انت مفيش واحدة وقفت قدامك؟ يعني أي واحدة عايز تجيبها سكة بتيجي لازم تقع. أنت أبوك مش لواء شرطة؟ اه. وأخويا كمان ظابط. بس اشمعنى؟ اسألهم بقى هم ازاي بيعرفوا الحرامي من شكله. بيقول لك لعم العاملة عينيه بتبقى زي ما بتبقاش على بعضه. استنى كده بالظبط. لا لا مش فاهم. أنا بخش مكان وألاقي في واحدة بتعجبني بفضل باصص لها
لغايه لما عينيها تيجي فيها. وبعدين زي ما قلت لك بقى، عينيها تروح وتيجي، تبقى مش على بعضها زي الحرامي اللي واقف قدام الضابط بالظبط. انت اللي زيك مش هيورد على جنة. بس في واحده بقى اليومين دول يا رمزي، لما بقف قدامها بحس ان انا الحرامي وهي بقى مش ضابط، لا وزير الداخليه. يا سلام، ده كده ربنا استجاب لدعائي. ودي مين دي بقى؟ واحده كده اول مره في حياتي يا رمزي ابقى واقف قدام واحده ما اعرفش اعمل ايه، مش عارف اعمل اي حاجه لدرجه مش عارف ابعد عنها. الله، طب وليه تبعد؟ عشان ما ينفعش. لا لا لا، استنى بقى كده عندك واحكي لي الموضوع من قبل الاخر. لا مش وقت خالص دلوقتي. اركب اركب تفهمني. اركب بقول. امسك دي. هدي. انت جاهز؟ يلا بينا. نطلع على فين؟ اتفضل يا باشا. سلام. اسلام. عم راشد مش عارفني؟ انا عدوى حلاق بتاع فلان. ازيك يا عدوى؟ ايه انت اختبيت ليه؟ ده انت اتحكم عليك بالاعدام في قضيه ايه؟ لف لف هتفضحنا يخرب بيتك. لف. ايه يا جدع انت؟ القضيه اصلا طلع كلها في شنج. مش طلع واحد صاحبي هو اللي قتله يا راجل؟ عربيتك دي يا معلم راشد. حلوه حلوه. اخبار عسليه وفتون ايه؟ سيبك بقى من عسليه وفتون، انت لسه المحل بتاعك ده عندك؟ لا، ما انا الدنيا دارت بيا، بس الحمد لله انا دلوقتي بشتغل في محل في المهندسين بس قلاقه. طب كويس، ناخدك ونروح على هناك تعمل لي نيو فورما بقى، تشيل الدوجلاس دي والقرف ده، وبعد كده نطلع بقى على فتون واصبحك الصبح عسل. اوامر. بس معلش، بعد ما اظبط لك دانك هطلع بس البيت اغير، مش هينفع اجي لك باللبس ده كده. لازم يعني؟ معلش عشان خاطر. ماشي. واخبار الحته ايه واهل الحته؟ لا الدنيا اتغيرت. لا والله. معلش يا ست الكل، اخر حاجه بقى. هدي ايدك باذنك. ايوه تمام. هنا كده. ايوه. معلش بقى، السكانر بايظ والسيستم واقع. وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكره. ومال؟ بسيطة. ليه كده بس يا أستاذ مختار؟ ده بتخيلك علينا. ينفع أنا أجي أستلم بدلها؟ وما ينفعش طبعًا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرًا يا سيدي. أحلى أمر حضرتك. يلا. مع ألف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني أطلع البرفان مسح إيدي؟ الشنطة. أنا كنت عايزة أسأله إمتى هيبقى عندي الباسبور؟ الأول نتيجة الفيش تطلع. طلع لك شهادة ميلاد جديدة، وبعد كده بطاقة، وبعدها الباسبور. هي مش أقل من 20 يوم كده، وبعدها تبقى اتولدت من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا.